طالب العلم يبذل العلم مجانا، يبذل العلم مجانا. إذا أخي لن تنال العلم إلا بستة، سأنبيك عن تفصيل: ذكاء، حرص، كما أن الواحد منا أيها الكرام الفضلاء يكون حريصا في طلب الأرزاق، وحريصا في السعي لها، وحريصا في أن يلبس أحسن الثياب، وأن يأكل أحسن الطعام، وأن يربي أولاده في أحسن المدارس، ويتنافس بينه وبين ولد عمه ولد خاله وأخيه وأختي: أنا أولادي في أحسن تعليم، أولادي منهم المهندس والدكتور والمعلم وكذا. ما في عيب في ذلك ولا غضاضة في ذلك. إذا الأفضل أن تكون حريصا على ما ينجيك عند مين؟ عند الله عز وجل. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع. ونكر في سياق هذه الجملة تدل على الدناءة والعموم: وإن الآخرة عرفت بالألف واللام، هي وعرفت بالجملة المبتدأ والخبر، هي دار القرار، لكي تعلم. وأن العاقبة للمتقين. يا سلام. وإن العاقبة للمتقين، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون في الأرض علوا ولا فسدا، والعاقبة للمتقين. ذكاء وحرص واجتهاد، لابد طالب العلم أن يكون مجتهدا. وهذا ما هو عيب يا أخواني، يعني أنت ترى الإنسان يكون مجتهد في الوظيفة ومجتهد، وإذا قصر تجد زملاؤه عليكم السلام ينصرون في كل مكان: يا أخي أنت ترى قصرت، يا أخي احضر الدوام، يا أخي حافظ على لقمة عيش، على لقمة عيشك، عليكم السلام، حياك الله، حافظ على لقمة عيشك، إلى غير ذلك. إذن الأولى أن تكون حريص على إيش؟ على هذا العلم الذي ينجيك عند الله. بدليل نحن نقرأ كتب لأناس ماتوا، يعني الآن نقرأ كتاب ابن عبد البر، هذا مات سنة 463، يعني قبل كام يا أحبابي؟ قبل كام؟ 1400 وإحنا في 463، يعني قبل على أقل 950 سنة، يعني قبل 10 قرون مات هذا الرجل، ونقرأ نحن في كتابه. وحيجينا كتاب القاضي عياض مات سنة 444، قبل 10 قرون، ونقرأ في كتابه ونترحم إيش؟ ونترحم عليه. إذن هذا الذي يبقى، ما هو الذي يبقى؟ هذا هو الذي يبقى، العلم. المال يذهب، يذهب أصحابه، لكن من الذي يبقى؟ يبقى هذا العلم. واجتهاد وبلغة، بلغة الشيء هو الهدف الذي أنت تسعى من أجله، وصحبة أستاذ عليكم السلام وطول زمانه. لابد أن تصاحب طالب العلم الذي تنتفع بعلمه، وإن طالت الصحبة. الإمام شعبة بن الحجاج، أبو بسطام السدوسي رحمة الله عليه، هذا الإمام غندر محمد بن جعفر لزم شعبة 20 سنة، حتى كان يلقب بربيب شعبة، وقالوا: وإن حديثا لا يرويه غندر عن شعبة فلا تخذ به. شوف وصلت لفين، أصبح من هو كنز شعبة؟ غندر محمد بن جعفر. أي حديث ما يأتي من طريقي لا تقبلون به. وطبعا هذه الأهل العلم لهم في أقوال أن هناك حديث صحت ليست من طريق غندر عن شعبة. نعم.